قائمة الاستثمار هذه يعني كأنك تقول للاعبين الغير سعوديين او اللاعبين الاجانب انت ترى ممكن تستلم عقدك كامل الى نهايته. واغلب اللاعبين الاجانب اللي حضروا في الفتره الاخيره يعني انا ما اعرف ليش التوقيع بثلاث سنوات واربع سنوات، ولكن هذا اللي تم. وقائمة الاستثمار هذه يعني الاتحاد السعودي هو اصدر قراره بانها فقط لهذا الموسم، وقد تكون حل لبعض امور الانديه، لانه في السابق كان 8 لاعبين اجانب والحين 7 لاعبين اجانب، وفي ناس اصلا اخذ تعاقدوا معهم ما قدروا يصرفون، عندك كل واحد عنده كوم، تاخروا في التسويق. طبعا احنا لا ينطلي علينا موضوع انه في انديه تبيع لاعبين، ما في انديه تبيع لاعبين عندنا، ما في انديه. يعني جيب لي نادي باع لاعب قول لي جيب لي السند، سندي لايداع المبلغ اللي دخل في حساب النادي السعودي نبغى نشوفه. اغلب اللي يصير ايش بيصير؟ انه اللاعب مثلا باقي له سنتين في عقده، يتنازل عن رواتبه، يعتبروها انه بيع للعقد، هو استنازل عن رواتبه، الموضوع عادي جدا، ولكن يصورون للجماهير انه باعوا عقده. وهو الحقيقه انه ايش؟ يبيعوه ببلاش؟ لا هو خلاص يعني اذا جاله عرض من نادي اخر. يعني انا شاري لاعب، شاري عقد لاعب ب 10 مليون يورو. ايوه. على 3 سنوات، يعني السنة المفروض يكلفني 3 مليون يورو. طيب جيت انا بعته واستلم العشرة، انت اشتريته من نادي ثاني، دفعت هناك 10 ولسه انا بدفع 10. قيمة الانتقال هذه مدفوعة للنادي الثاني. يعني هي المقصد ايش؟ يعني ايقاف الخسارة. ايقاف الخسارة. بس يعني بس. لا ربح ولا حاجة، يعني فلوسك راحت. ما في ربح، بس ايقاف الخسارة، انه انا اوفر علي الرواتب وحجيب لاعب غيره وحخسر لسه يعني. طب الناس هذه لو كانت تدفع الفلوس دي من جيبها كان تصرفوا كذا بصراحة؟ لا والله هو المشكلة ما أتكلم عن الاتحاد، أنا أتكلم بشكل مطلق. لا أنا أتكلم بشكل عام. شوف أي. المشكلة المبالغ أصبحت كبيرة، نسمع مبالغ كبيرة جدا. يعني اشتغلنا في دارة احتراف ما كنا نسمع هذه المبالغ، لاعب يجيب 5 مليون يورو 6 مليون يورو ما كنا نسمع فيها. طيب هذا سؤال فهد، ما هو خطير الآن؟ احنا المشهد الرياضي عندنا مبني كالتالي، الآن الدولة تمول الرياضة وكل الأندية الآن صارت متعلقة بأصابعها. هذا الدعم الحكومي لو تم تقليصه راح تنهار الأندية، تخيل؟